صباح الخير، صباح الخير جميعا. بداية رح بلش بتحية لروح العزيز الشهيد عصام عبد الله اللي سقط جراء آلة القتل الإسرائيلية اللي استهدفت الإعلاميين والصحفيين بجريمة حرب جديدة تعودنا عليها من قبل الكيان الصهيوني، بيضربوا للمدنيين وبيضربوا وبيقتلوا للإعلاميين. وبتمنى الشفاء للطاقم الإعلامي لقناة الجزيرة ورويترز ووكالة الصحافة الفرنسية. واليوم بظل هذا المشهد اللي عم تشوفه الدموي اللي عم تشوفه بقطاع غزة، وبظل هذا الهجوم البربري اللي عم تمارسه اللي عم يمارسه العدو الصهيوني تجاه أهل غزة وتجاه المدنيين والأطفال والنساء، وعم بكرر مجزرة هولوكوست جديدة اليوم بالتاريخ الحديث، هدفه تهجير جديد، هدفه مجزرة جديدة، وهدفه إبادة الشعب الفلسطيني. فتحية لأهلينا بغزة، وتحية لشهدائنا ولجرحانا اللي موجودين اليوم بالقطاع بظل أصعب الظروف الإنسانية، بظل أصعب الظروف الحياتية. وهون نحن من مجلس النواب اليوم كان مفروض هذا المجلس اللي اجتمع سبحان الله بهيك بصباح 17 تشرين لا ينتخبوا لجان بين بعض ولا يقسموا اللجان بين بعض، عاجزين يحطوا موقف أخلاقي، موقف أخلاقي لا أكثر ولا أقل لجانب القضية الفلسطينية. هذا اليوم المسار اللي نحن اللي عم نشوفه اليوم داخل المجلس واللي عم يتكرس بسلوك اليوم بإدارة هذه الجلسة ومسار عمل مجلس النواب، هذا نحن اللي شفناه قبل 17 تشرين واللي على أساسه نحن انتفضنا بكل ساحات البلد، وانتفضنا بوجه هذه الممارسات السلطوية وبوجه هذه الممارسات التحاصصية لصالح مصالحهم ولصالح استمريتهم ولصالح سلطتهم. فكان 17 تشرين هي الانتفاضة على الواقع، واللي هي اللي كسرت حواجز الخوف من الآخر وكسرت كل الحواجز المناطقية والطائفية بين الشعب اللبناني، واللي استطعنا من خلالها استرجاع السياسي للناس من بعد ما غيبوا السياسة عن الناس لمدة أكثر من 50 سنة من وقت بداية الحرب الأهلية لليوم، ومن بعد مصادرة الفضاء العام، ومن بعد احتكار الهيمنة، ومن بعد تدمير مؤسسات الدولة. 17 تشرين عملت انعطافة بتاريخ البلد وبتاريخ الحياة السياسية اللبنانية من خلال استرجاعنا لمساحاتنا المشتركة كلبنانيين بالنضال السياسي من أجل مصلحة المواطن اللبناني وليس من أجل مصلحة طرف أو فئة معينة. وأنا اليوم بهيد الذكرى اللي هي منا ذكرى، اللي هي فعل ممارسة يومي، اللي هي قناعات واللي هي ثوابت واللي هي مبادئ واللي هي أخلاقيات واللي هي قيم 17 تشرين، منأكد أنه ما عندنا خيار اليوم سوى مواجهة هذه المنظومة، وما عندنا الخيار اليوم سوى الوضوح بمواجهة هذه المنظومة السياسية اللي شفناها اليوم كلها سوا مجتمع داخل مجلس النواب بظل انهيار اقتصادي وبظل حرب على البواب وبظل دمار لمؤسسات الدولة وبظل فراغ بالمؤسسات الدستورية، شفناها بتلتقي لتخدم مصالحها ولكن ما بتلتقي لتخدم مصالح الناس. فما في عنا مجال اليوم، ما عنا إمكانية سواء كنواب سواء كمواطنين سواء كفعاليات سواء كجهات فاعلة وكجهات في المجتمع الحي، غير أن نكفي هذا النضال ونكفي هذا المسار في المواجهة وفي الصمود وفي الوضوح تجاه وجه هذه المنظومة السياسية لاستعادة بلدنا ولاستعادة الفضاء العام
ولا استعادة الانتظام الدستوري للمؤسسات، ولا استعادة الحريات، ولا استعادة الديمقراطية في هذا البلد، ولا استعادة المحاسبة والمساءلة بوجه كل جرائم الفساد وكل جرائم المالية وكل انهيار اقتصادي، إلا نكون عم نأكد على مسار جديد أنه هذا البلد هو ملك الناس مش ملك الطبقة السياسية. يعطيكم ألف عافية.